أطلقت وزارة الداخلية مساء أمس الأربعاء حملة أمنية واسعة النطاق شملت محافظات الكويت الست، واستهدفت القبض على المطلوبين للجهات الأمنية والمخالفين لقانون الإقامة والعمل. نفذت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري وفريق العمليات الميدانية حملة أمنية واسعة النطاق شملت محافظات الكويت الستة، واستهدفت القبض على المطلوبين للجهات الأمنية والمخالفين لقانون العمل والإقامة. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية أن الحملة الموسعة التي انطلقت في توقيت واحد وبمشاركة القيادات الأمنية المختصة والضباط والأفراد وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، حيث توزعت العناصر الأمنية وفق خطة ميدانية وضعت بهدف إحكام الطوق على المناطق المشمولة بها في كل المحافظات والتي رصدتها الأجهزة الأمنية خلال فترات سابقة. وأوضحت الإدارة أن الحملة الموسعة والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تكثيف جهودها للقبض على الخارجين عن القانون والمطلوبين انتهجت تغييرا في آلياتها، حيث ستعتمد الانتشار في كل المحافظات وفي توقيت واحد ومفاجئ وبشكل مستمر. وأوضحت أن إجمالي ما تم ضبطه والتدقيق عليها 6438 مشتبه بها، حيث تم الإفراج عن 4759 بعد أن تم إحضار مستنداتهم وثبوتيات تحويل الإقامة، في حين تم تحويل عدد 1390 منهم إلى إدارة الإبعاد والجهات المختصة الأخرى. وأسفر إجمالي الحملة عن ضبط 5 قضايا جنائية، 24 قضايا مدنية، 385 تغيب، 56 مخالف لقانون الإقامة، 429 بدون إثبات، 2 مخدرات، 356 عمالة سائبة، 25 أعمال منافية للآداب العامة، 1 حالة سكر، 153 انتهاء الإقامة، 35 للمصلحة العامة. كما تم تحرير 283 مخالفة مرورية وضبط 6 مركبات مطلوبة. وبينت الإدارة أن وزارة الداخلية جادة في ملاحقة المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة حتى لا يجدوا مأمنا لهم يمارسون من خلاله تجاوزهم على القانون وعلى النظام العام، موضحة أن هذه الحملات الشاملة والموسعة ستستمر، وسيكون نهج الوزارة خلال الفترة المقبلة بفريق العمليات الميدانية فيها، وذلك ضمن سياسة أمنية وقائية للقضاء على مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين للعدالة بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرسوم لها، والذي يتمثل في ضبط النظام العام والتضييق على المخالفين بما لا يسمح لهم بحرية الحركة، وبما يدفعهم إلى تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة أو مغادرتها.